بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد وهو فتح علبة لجهاز جديد تحصلت عليه اليوم وهو بعنوان سبرينت في 3. هذا الجهاز إن شاء الله سأقوم بعمل فيديو مختص عنه ومراجعة حول هذا الجهاز بحول الله تعالى. لكن اليوم فقط أريد أن أفتح معكم علبة هذا الجهاز ورؤية هذا الجهاز كيف هو وما هي الأمور التي تأتي معه. ها هنا الشاحن الخاص بالجهاز، وهنا يد التحكم الخاصة بالجهاز، يد التحكم أنيقة، وهذا هو الجهاز أمامكم. هذه هي واجهة الجهاز، يدعم واجهة LFT على ما يبدو. على كل، هذه منافذ الخلفية للجهاز. على كل، بحول الله تعالى سأقوم بعمل فيديو مختص ومراجعة حول هذا الجهاز قريبا بحول الله تعالى. كنت فقط أريد أن أريكم هذا الجهاز الذي تحصلت عليه اليوم، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى حول مراجعة هذا الجهاز. كان معكم أحمد سراج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.